السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع الأستاذ أمين عبد الحسيب الضريبي. هنتعرف النهاردة إن شاء الله على كيفية إرسال واستقبال الرسائل من خلال الأوتلوك. لو أنا دلوقتي عندي ملف إكسل مسجل عليه 1000 شخص، جروب كامل، عاوز أبعت الرسالة للجروب كامل بس آخد الإيميلات من الإكسل، هعملها إزاي؟ ببساطة شديدة يلا بينا. زي ما حضراتكم شايفين كده ملف الإكسل أهوت، هفترض إن هنا دي الإيميلات بتاعتي، البريد الإلكتروني بتاعي، تمام؟ كل اللي أنا هعمله إن أنا هبدأ أحدد كده البريد، ادي كل دول مثلا عندي، ادي الايميلات دي كلها عندي ايا كان العدد ده، كفايه كده مثلا هاخد دول كليك يمين كوبي وابدا اروح الناحيه الثانيه على الاوتلوك. ادي الاوتلوك الخاص بيا اهوت. هنا طبعا زي ما حضراتكم شايفين في هنا تو ارسال الى، هضغط هنا وابدا ان انا اعمل كنترول في بس مش اكتر من كده. او في عندي هنا امر اسمه بي سي سي. ايه بي سي سي ده؟ ده عباره عن نسخه مخفيه. هنا لما هبعت تو كل الناس اللي هتوصلهم الرسائل هيعرفوا انا بعت نفس الرساله ديت لمين، اللي هيظهر لهم الايميلات اللي انا بعت بيها. طيب لو انا عملت سي سي هنا دي هتبقى عباره عن نسخه كربونيه، نسخه كربونيه تو ده اصل الرساله. طب لو انا عملت بي سي سي، بي سي دي هتبقى نسخه مخفيه، لو ضغطنا عليها كده هيظهر هنا عندي خانه، تمام كده. او ممكن ان احنا نضغط في الاوبشن اوبشن لان هحتاجها دلوقتي مهمه جدا معايا. في عندي هو بص هنا شو بي سي سي عشان اظهر الخانه دي، عاوز اخفي اخفيها هضغط على علامه الصح من هنا هيختفي اظهرها، وهكذا شو سي سي شو فروم. لو انا علمت علامه صح هنا هيظهر هنا جنب كلمه سند ده الايميل الخاص بي انا، فروم اللي هو مرسله من مين، يعني هيظهر هنا الاسم بتاعي. طيب انا عاوز اقول ان الرساله ديت على درجه عاليه من الاهميه، فهضغط على الايه العلامه ديت، تمام كده. طيب انا عاوز اعمل حاجتين دلوقتي، ايه هم؟ عاوز رقم واحد اعرف هل الرساله وصلت للمتلقيين ولا لا. انا هبعت دلوقتي الرساله ل 1000، عاوز اعرف الرساله وصلتكم ولا لا. طيب وهل انتوا قراتم الرساله ولا لا؟ الحاجتين دول مهمين بالنسبه لي انا كشخص مرسل رساله. فهاجي هنا من الاوبشن اللي احنا دخلنا فيه اوبشنز، وهختار اللي الريكوست ديليفري، واختار ريكوست ريد القراءه وان الوصول، تمام كده. يبقى انا هنا فعلت الاثنين دول عشان اقدر اقول ان درجه الايه الرساله وصلتكم والرساله كده. طيب هنا عندي طبعا ديت اللي هي درجه اهميه اقل. هنا لو انا عاوز ارسم حاجه، هنا لو انا عاوز اعمل تنسيقات وكلام من ده، انسرت لو انا عاوز ابدا ادرج صور، عاوز ادرج اتاش فايل، ودي اللي هنحتاجها بعد كده ان انت حضرتك هترفع ملف الاكسل اللي هيوصلك، فهتضغط على اتاش فايل هنا وتبدا تدخل على الجهاز. بص كده اهوت، هضغط على اتاش فايل، هيبدا يقول لي انت عاوز تجيب من الوان درايف ولا ابلود اند شير من الحوسبه. اقول له لا انا عاوز البراوز ايه زيس كمبيوتر عشان ارفع ملف من على جهاز الكمبيوتر، فهضغط عليها مثلا حاجه زي كده، واروح جاي محدد الملف اهوت الاكسل بتاعي او الملف الشيت اللي احنا نرفعه، ونعمل اوبن، فهيبدا يرتفع معايا على الايه الملف هنا، مفيش مشكله. طيب هنا دلوقتي انا عاوز ارسل الرسائل، هبدا اضغط هنا بس على تو، انا هبعت الرسائل في السي سي هنا، هضغط الرسائل هنا واعمل ايه كنترول في، بعد كده هبعت ايه سند. طبعا قبل ما ابعت سند المفروض ان انا هعمل السبجكت او العنوان. طيب هنا هنيجي مثلا ان احنا نكتب الموضوعات، طبعا في هنا عندي اللينك اهوت، لو انا عاوز اربط او ابعت رابط او هايبر لينك بتاع يوتيوب بتاع اي حاجه بتاع موقع كلام من ده، سيجنتشر اللي هو التوقيع، بيكتشر لو انا عاوز اضغط اضيف صوره، لو ايموجي لو انا عاوز اضيف ايموجي، تيبل لو انا عاوز ادرج تيبل، اب برامج كلام ده كله، تمام كده. هنا المسج مسج الرساله، طبعا عشان ابدا اعمل ايه التنسيقات اللازمه للرساله واضافه الصوت لو انا عاوز اعمل ده كله ما فيش اي مشكله. الفيو اللي هي طريقه العرض ديت مش فارقه معانا في حاجه، الاوت كام الصور ديت، هوم ديت الايه الرئيسي، تمام. طيب انا دلوقتي هبعت لحضرتك الرساله، انت اول ما هتوصل الرساله مثلا هفترض رساله زي ديت تمام. طيب حضرتك بتقف على الرساله كده، في عندي هنا المفروض ان انا عندي حاجه من الاثنين، اما ان انت ترد على الرساله، يعني انا اهوت عندي اهوت الامر الريبلاي والفورورد، عندي هنا اهوت الريبلاي. لو حضرتك انا ديت شركه مايكروسوفت بعت لي رساله انا عاوز ارد عليها، هضغط هنا على ريبلاي. ريبلاي يعني الرد على الشخص مباشره، يبقى انا هرد مره واحده. ريبلاي تو اول يعني انا هرد على الكل، يعني الرساله ديت لو وصل اكتر من واحد هيوصل له ايه الكل. طيب لو انا عاوز ابعت الرساله ديت انا بعتها لحضرتك، فحضرتك عاوز تبعتها لحد تاني تمام غير الايه المجموعه اللي موجوده، فهنضغط على اللي هو ايه الفورورد عشان ارسلها لشخص اخر. فانا لو عاوز ارسل مثلا للشركه بتاعت مايكروسوفت هضغط على ريبلاي، انا هبعت لحضرتك برضو الرساله، انت هتفتح الرساله بالشكل ده وتقرا المحتوى وتشوف اللي انت عاوزه، وهتيجي هنا على ريبلاي عشان تقول لي تم او تديني اي حاجه او تبلغني رساله او تبعت رساله ثانيه، فهنضغط هنا على الامر اللي اسمه ريبلاي. هنا طبعا
اول ما تضغط على ريبلاي راح جاي يقول هنا ادي هبعت الرساله لكذا، وهنا تكتب اللي انت عاوز تكتبه بقى، الموضوع عاوز تكتب تمام، عاوز تكتب حاجه معينه اللي انت عاوزه، وتبدا ان انت تضغط على الامر اللي اسمه سن. طبعا لو انت عاوز تدرج مفيش مشكله، هتبدا برضو تفتح الانسيرت وتعمل اتاتش فايل عشان تبدا تبعت الايه الرساله دي، الرد على الرساله، هيوصلني ان انت رديت على الرساله بتاعتك. طيب لو افترضنا ان حضرتك، انا بقول لك ان انا عاوز الرساله ديت تنبعت لي يوم كذا، وانت خلصت الشغل وعاوز تبعت برضو الرساله، بس ايه لا انت لسه هتستنى لليوم، فلا انا عاوز ابعت من النهارده وبعدين تبقى توصلك انت في يومها، مفيش مشكله. بس كده بدل ما اضغط على سند هنا مباشر، لا هاجي السهم الصغير ده واضغط، هلاقي فيه هنا سند ايه سكادجول ايه سند، يعني اللي هو جدوله المواعيد. هتبدا تختار بقى اليوم والتاريخ اللي انت عاوز الرساله دي توصلني فيه، هيبدا ان هو يحدد لي اليوم والتاريخ على حسب ما انت عاوز، مفيش اي مشكله. تمام، يبقى احنا كده السند والريسيف، وعندي الاوبشن طبعا ديت مهمه عشان خاطر ان انا احدد منها اللي هو ايه الوصول وقراءه الرساله. هنا لو انا عاوز درور، لو انا عاوز ارسم واشتغل على الادوات، هنا مثلا اهوت انا هنا طبعا كتبت الايميلات اهوت في البي سي، هنا اداني كذا ادي ايه اذر 68 وفي ناس ثانيه. تمام كده، يبقى انا كده عملت الايميلات. طيب اجيت هو كلمت كتبت الكلام اللي انا عاوز احدده، وهاجي هنا في المسج ادي البولد وادي الخط اهوت وادي نوع الخط، وفي هنا كمان بص هنا في النقط ديت عشان تكمل اللي هو الايه الحاجات بتاعت التنسيق. ادي عندك الفونت كلر، ادي عندك البوليت اند نمبر، الالاينمنت اهوت عاوزها يمين شمال الكلام ده كله، الكاركتر كيس حط الاحرف زي ما انت عاوز بقى، تقدر ان انت تعمل كل اللي في الوورد من هنا مباشره مفيش مشكله. عاوز تعمل اتاتشمنت اهوت رفع من هنا، او سيركل من انسرت وتعمل اتاتش فايل، اي مشكله. تمام، بعد كده نضغط على السند. طبعا هنا طبعا هنا بيقول لي بص هنا كده في حاجه مهمه كمان اهوت، هنا بيقول لي فايل ايميل ار نوت فيل، في خمس ايميلات موجوده عندي اهو، انا شايف اهوت الحته الصفراء اللي تحت ده ايميل غير مفعل او غير موجود، الاوتلوك مش متعرف عليه، وبالتالي لازم تحذفه عشان مش واقف لك الرساله. تمام كده، اتمنى اذا عجب حضرتك الفيديو ما تدخلش علينا بالاعجاب، اشترك معنا في القناه، تفعيل زر الجرس يوصلك منا كل جديد. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.